الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في الدرس الماضي من بداية سورة الطلاق، لكن الآيات اللي كنا بدنا نشرحها أو نفسرها ثلاث آيات. اليوم على وجه السرعة بدي أبدأ من آخر آية، كمقدمة، بعدين ندخل في الموضوع التفسير. آخر آية من الآيات اللي هي أصلا إحنا منفسرها قاعدين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شو يعني فهو حسبه؟ يعني بيكفي. ومن يتوكل على الله فهو حسب، إذن بكفي، يكفي. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه إذن هي ضمن الآيات اللي كنا بدأنا فيها، بس اليوم بنبدأ فيها هي بالذات كمقدمة مشان نرجع للموضوع، إلها علاقة بالموضوع. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لحظة، الناس أحيانا لما بتنظر للواقع وأسباب ومسببات وإشارات وأمارات بيستبعدوا بعض الأمور، بيستبعدوا، بقولوا مش شايفين، ما فيش، وين، مش مباين في أفق. إن الله بالغ أمره، الله سبحانه وتعالى لابد أن يحصل كل ما أرادوا من أمور. أول شيء، من يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، انتهى الموضوع. يعني الله يريد شيء لابد أن، ولكن جيد ننتبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا في هذه الآية. إذن المسألة بمقادير، لابد انه يكون في تغير في مجتمعات الإسلامية والعربية. نحن مقبلين على تغيرات عميقة، لابد كل شيء يتغير. يطلعوا الناس حولهم ايشو هالحكي، وين مش مبين. لا مش مبين، ما هو في قوانين. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإنسان دائما مستعجل، زي الطفل الصغير اللي يعني بيكون متهافت على حاجته وبده إيانا نلبيها بسرعة. ما احنا عبارة عن أطفال صغار وكبرنا. لا يزال، مش هيك؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون. الآن لا يعقل إنه مجتمع من المجتمعات إيش ما يكون بيزداد وعيه ويبقى على حاله. لا يعقل مجتمع من المجتمعات يقبل على ربه وما يتغيرش حاله، مش معقول. لذلك فين بيجوز قسم منكم الآن خايف، بتترقبوا مصر وشو بصير وشو بصيرش، خايفين بيزبط بالكم ولا بيزبطش. شو يعني اللي بيزبط ولا بيزبطش؟ ايش يعني اللي بيزبط ولا بيزبطش؟ لأنه دير بالكم كيف بتصعد الوعي من التجربة وتجربة وهون 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 وهون. لذلك اليوم ما بظنوا انه في مجال انه احد يسرق احلام الامة زي زمان. فيش مجال حدا يسرق ويلتف. المتغيرات اقوى من الكل، وبظنوا في بعض الناس انه الدول العظمى لها يد وتستطيع ان تتصرف.
هو الأمر زي الجرثومة اللي بتتسلط على الجسد أو الفيروس، هذا بتبع قديش الجسد عنده مناعة. هي الجراثيم والفيروسات موجودة، طب ليش هذا مرض وهذا ما مرضش؟ هذا مناعته قوية، هذا لا، هذا مناعته ضعيفة. الأمة ترجع لذاتها ومناعتها بتزيد، شو ما يكون في مؤامرات وشو ما يكون. أصلا الدول الغربية هي نفسها بتعاني الآن من السقوط والاضمحلال، والحضارة عم تنتقل شرق، كل شيء بتغير. إذا ظروف القرن العشرين متغيرة على مستوى الظروف العالمي، على مستوى المسلمين وأحوالهم، على مستوى وعي الناس يعني بشكل عام، كله اليوم بيختلف. الآن بيختلف تمام، المحيط العالمي مختلف، الشعوب الإسلامية اختلفت في وعيها وإقبالها على الله. بس مش يعني بميزان الذهب نوزن، لا، الشعوب يعني مش بميزان الذهب. بدك تشوف في متغيرات، في رجوع للذات الحضارية، في إيمان، في 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 ثقة صار بالنفس أكثر، الأمور تغيرت كثير. لذلك الناس ما ظلوش خايفين إنه تسرق الأمور زي ما سرقت في يوم من الأيام. في ذاك كانت الظروف مختلفة، ظروف دولية مختلفة، وعي الناس مختلف، تفاصيل طويلة. الأمة ما كانتش أصلا مدركة ذاتها ولا راجعة إلى ذاتها الحضارية القائمة على أساس الإسلام، فكان في مسوغات لإنه نخاف. لكن اليوم لا لا، هي المتغيرات قادمة، وجيد إنكم تستفزوا، وجيد إنكم تكونوا واقفين على أصابع رجليكم تنتظروا، والمفاجآت قادمة، وفي الأخير ترتاحوا. طيب إذا نرجع للآيات اللي فيها طلاق ولا بدكم كمان يعني؟ لا لا، هي التفاصيل بتجدوها اليوم، الحمد لله التفاصيل موجودة في الفضائيات وفي الانترنت وهون وهون، وبتسمعوا كلام كثير. بس أنا حبيت أنه نعرف أنه هذا شيء طبيعي اللي بيحصل، واللي كان متصور يعني أنه الشعوب ذليلة وساكتة والتفاصيل، لا، أنت تضرب بعينك المتغيرات وين ما كان، في تركيا ولا في أفغانستان ولا في مصر ولا في تونس ولا في ولا في ولا في ولا في، وفي جراح وفي معاناة وفي وفي هذا هو مؤشرات الخلاص. مرد نرجع نقول يعني تستغرب انت وجود بشر مجرمين الى هذا الحد، معقول؟ وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. طيب نرجع للآيات من البداية. قلنا تبدأ سورة الطلاق بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، ولاحظنا أنه في ثلاث سور بتبدأ بيا أيها النبي، شك؟ ولاحظنا أنه خطاب يا أيها النبي في القرآن العجيب أنه في أمرين، في أمر لما بيكون الأمر مهم على مستوى صراع مع الكفر والقوى المضادة للإسلام، وفي موضوع النساء، هذول هن بنحصر خطاب يا أيها النبي. واحدة فقط: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بس لاحظوا الخطاب هذا تحدثنا فيه في المرة الماضية: يا أيها النبي إذا طلقتم. طب ليش الخطاب للنبي؟ يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا بدل، قلنا الخطاب للنبي لأنه قد يتصور بعض الناس أنه موضوع الطلاق هذا موضوع هو كله سلبيات. لا، وممكن يكون سلبي، ممكن يكون إيجابي حسب وهو تشريع لابد منه لمجتمعات بشرية، لابد منه لمجتمعات بشرية. وذلك كان الخطاب للنبي: يا أيها النبي إذا طلقتم، مشان ما حدا يقول يعني ما حدا يقول أنه المسألة يعني فيها الطلاق في حد ذاته مثلبة ومطعن في المرأة أو في الرجل، وهو مش مدرك أنه هذا بشر، والله سبحانه وتعالى أوجد لهم مخرج مثل ما أوجد لهم يعني اتفاق ابتداء. على كل تحدثنا بهذا الموضوع. يا أيها النبي، ليش نعيد الدرس؟ يا أيها النبي إذا طلقتم، النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبينا أنه معنى لعدتهن لا يجوز شرعا أن تطلقها إلا وهي مستقبلة عدتها، ولا تكون مستقبل عدتها إلا في الظروف التالية. إذن
طلقوهن لعدتهن. إذا لا يجوز طلاق المرأة إلا لما تكون مستقبلة لعدتها، وتكون مستقبلة لعدتها في الحالات التالية: تكون مستقبلة عدتها إذا كانت حامل، لأنه إذا طلقت وهي حامل تبدأ عدتها وتنتهي بوضع الحمل، فهي مستقبلة عدتها. اثنين، طلقها في طهر لم يجامعها فيه فتكون مستقبلة لعدتها، أول حيضة بتحيضها بتكون بداية العدة، بتكون مستقبلة لعدتها في طهر لم يجامعها فيه، تمام؟ أيضا المرأة التي ليس لها عدة، زي المرأة اللي هي إيش، غير مدخول فيها، هاي تطلق في أي لحظة، لأنه بمجرد ما طلقت ملهاش عدة أصلا. المرأة اللي الإنسان كتب كتابه عليها وطلقها قبل الدخول، هذه ما إلها عدة. لذلك فيش في المرأة الغير المدخول فيها فيش شيء اسمه طلاق بدعي. في طلاق سنة وطلاق بدعي. السنة أن يطلق المرأة مستقبلة لعدتها. وإنت ممكن تكون مستقبلة لعدتها في حالتين: حالة أن تكون طاهر في هذا الطهر لم يجامعها زوجها، فمن طلق زوجته وهي حائض لم يطلقها مستقبلة لعدتها، وفسرنا هذا، ويكون آثم. من طلق زوجته وهي حائض فهو آثم، ومن طلق زوجته في طهر جامعها فيه، الطهر نفرض 25 يوم، وكان في 25 يوم كان في بينهم لقاء جامعها فيه، أيضا يكون قد ارتكب محرم وأثم. هذول حالتين. أما المرأة الآيسة التي لا تحيض من أصله لأنها كبيرة في السن، أو غير المدخول فيها، هاي ما فيش إشي اسمه طلاق بدعي، لأنها لا تطلق في حيض، وحتى لو جامعها فيه ما هي بتحملش من أصل، ما هي آيسة. والمرأة اللي ما دخلش فيها، يعني بس كتب كتاب، ما هي ما إلهاش عدة من أصله. وباختصار موضوع العدة على وجه السرعة، المرأة بتعتد، إما المطلقة إما أن تعتد بثلاث حيضات، أو تعتد إذا بتحضش بثلاثة أشهر، والمتوفى زوجها بتعتد 4 أشهر و10، والحامل بتعتد بوضع الحمل. هاي باختصار. إذن العدة في المطلقة أو المتوفى زوجها 3 حيضات، وتنقضي بانتهاء الحيضة الثالثة، يعني بدخول الطهر، بانتهاء 3 حيضات. 2، 3 أشهر إذا بتحضش. زي مين يعني؟ زي الكبيرة في السن اللي بتحضش، هذا 3 أشهر. وفي بتحضش بطبيعتها، على فكرة في نسوان بيحضش من أصل، 3 أشهر. واللي بتوفى زوجها 4 أشهر و10، والحامل بتضع حملها حتى لو يوم، يعني طلقها وولدت العصر خلاص ملهاش عدة، طلقها وولدت العصر ملهاش عدة، انتهت عدتها. بترتب على موضوع العدة طبعا أمور كثير. هذا واحد. 2، في نمر على وجه السرعة في موضوع الطلاق، وإن كان المدارس كثير بتعلموا هذا، بس يبدو الناس لابد من أنها تنبه دائما. عندما يطلق الزوج الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الأولى والثانية، فيش فرق بين أولى وثانية، يعني في الأحكام لا فرق بين الأولى ولا الثانية. هاي ننتبه لهذه المسألة. في الطلاق معه ثلاثة، 2 و1/3. إذا طلق مرة وبعدين رد طلق مرة، شو أحكام الأولى والثانية؟ زي بعض بالضبط، فيش أي فرق بين طلقة أولى أو طلقة ثانية في الأحكام. الثالثة إذا وقعت، تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى ولا تحل له من بعد، إلا إذا والله صدف تزوجت وطلقت أو توفى زوجها بقدر يرجع لها. طيب، في الطلقة الأولى والثانية، طالما هي خلال العدة، زوجها هو صاحب الحق في إرجاعها. ليش؟ لأنه كأنها العدة. شو معناها؟ إنه طلقتك أنت رميتها، تقدر تلقفها قبل ما توقع، وإنت بتوقع تماما لما بتنقض العدة. فإرجاع المرأة خلال العدة
هذا من حق الزوج، من حق الزوج. بكفي هذا الكلام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. بنتبهوش الناس لقضية مهمة. أول شيء إيش المقصود بإحصاء؟ الإحصاء من ناحية اللغة العربية، إيش المقصود بالإحصاء؟ الإحصاء بشكل عام فيه معنى، لاحظوا، العلم المنضبط والإحاطة المنضبطة. العلم المنضبط والإحاطة المنضبطة. فمثلا أحصل عدة يعني مش فقط تعدوا، عدوا عد منضبط واعي وبتعرفوا بالضبط. ليش؟ لأنه مرات المسألة فرقية، افهموها، فرقية ساعات بيأدي، تورث ما تورثش، يورث هو أو ما يورثش، يجوز لها الزواج أو لا يجوز، يجوز له أن يتزوج الرابع ولا لا يجوز، تفاصيل تفاصيل تنبني. ولذلك قال أحصوها. شو يعني؟ يعني ما بكفي أنك تعد أنت، ولازم يكون عد منضبط وتعرف بالضبط. لأنه إذا هي طهرت من الحيضة الثالثة الساعة 3 العصر بدنا نبقى عارفين 3 العصر طهرت. ليش؟ لأنه ممكن بعد ربع ساعة يموت الزوج أو تموت الزوجة أو 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 أو، تفاصيل طويلة على فكرة، مش المسألة بسيطة، بنبني عليها أمور لا تتصورها أحيانا، أمور لا تتصورها. فلذلك شو قال؟ وأحصل عدة. لأنه دير بالك، إذن العدة فيها معنى العدد، عدد إيش؟ عدد الأيام والساعات اللي هي حر فيها الزوج يرجعها، وإلها أحكام، من ضمنها لا يجوز خطبتها ولا التعرض لها بالتلميح حتى طالما إنها زوجة. مش تقولوا مطلقة، ما هي في عدتها، خصوصا من الأولى والثانية، هاي بيسموها الطلاق الرجعي، ما هي لا تزال زوجة، ما يجوز خطبتها ولا التلميح إلها بتفاصيل، وفي تفاصيل طويلة راح حتى الآيات راح توضح بعض التفاصيل. وأحصل عدة، إذن لاحظوا الإحصاء فيه دقة. هل قلت ليش بيسموها دائرة الإحصاء؟ لأنه مش بس بيعدوا، بيعدوا وبيجمعوا بضبطوا وبوصلوا لنتائج، بصير عندهم، لاحظوا، إحاطة في موضوع معين وعلم في تفاصيل، ولذلك بنسميها إحصاء، مش مجرد عد، لا، عد مؤدي لإيش؟ دير بالكم العد مقدمة الإحصاء، العد مقدمة الإحصاء، والعلم والإحاطة أثر عن الإحصاء. يعني مصير عالم بكل شيء وبيعرف نتيجة الإحصاء، والعد مقدمة مشان نحصي. وأحصل عدة يعني عدوا بالضبط، بالضبط، وزي ما قلنا ممكن تفرق 10 دقائق، وينبني عليها أمور كثيرة. لذلك يهتموا إذا طلق وانت بدت العدة وانت بتنتهي، الطرفين الزوج والزوجة، وإذا كان في حدا منهم قليل دين فالمحيطين لازم يكونوا لهم دور، هذا ببين معنا بعد شوي. وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. شوفوا في موضوع دائما الدعوة إلى التقوى موجودة في القرآن دائما، حتى آخر آية نزلت في القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آية نزلت، دائما في دعوة التقوى. ولكن في هذا الموضوع الملحوظ في تركيز على موضوع التقوى في هذه المسألة، ديروا بالكم، يعني ممكن كثير من الناس يتقي الله فلا يسرق، يتقي الله فلا يزني، يتقي الله فلا يرتشي، يتقي 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 في أشياء واضحة، لكن في موضوع العلاقات الزوجية وخصوصا إذا صار خلافات أو صار طلاق أو كذا، تظهر هنا أنه اللي بيتقوا هم قلة. وإحنا ملاحظين على الناس، ملاحظين على الناس بيكون متدين وبيكون كذا وقوام صوام وتفاصيل، ها؟ لما بتيجي القضية في قضية طلاق وكذا بتبدأ العداوة وبيبدأ التآمر وبيبدأ التفاف على الحقوق وبتبدأ إيه 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 إيه. ليش؟ ما هذا مش مستعد يسرق ولو تذبحه، مش مستعد يرتشي ولو تذبحه، مش مستعد يزني ولو تذبحه. طب ماله في هذا الموضوع؟ أنا بشوف بطل تقي. لذلك كان في تركيز، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. إذن المرأة المطلقة
طلقة أولى وثانية رجعيات يجب أن تعتد في بيت الزوجية. في بيت الزوجية نطلقها وفي بيت الزوجية واثنين ولا ليش بنقول قدم ما هو قدم بإيش؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت ولا يخرجن. والدعوة في التقوى للطرفين، شفتوا؟ ما بتلاحظوا انه الغالبية العظمى من الناس لا تتبع هذا الكلام، رجال ونساء، وبيسموا حالهم انهم عندهم تقوى. طلقها بتكون في البيت، لا تخرجها انت ولا هي يجوز لها تخرج. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، انتبهوا شو قال، من بيوتكم، مع انه بيتك هو اكيد، بس شو قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. ايه ما انتبهين قديش عجيبة. هو ما هو بيتك، بيت ما هو بيت الزوج، ومع ذلك شو قال؟ بدل ما يقول لك لا تخرجوهن من بيوتكم، شو قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. إذن هو بيتها. زوجاتكم الآن اللي عايشات معكم وانتوا الحمد لله متفقين، بيتك بيتها، بيتها هي، الله عم بقول لحد ما تنقضي عدتها بيتها، مشان ما يكون لكش اي منه وقاعد ببيتي. ايه الله قال بيتها، انت تقول بيتي؟ افهموا علي، انتبهتوا دلالتها النفسية برضو بالنسبة للزوجة؟ بتتحجج انه هذا بيته وانا بظلش في بيته؟ لا، بيتك الله بقول. ليش؟ هو مين اللي بيحدد مين اللي بيمتلك ومين بيمتلكش؟ مش الله اللي بيحدد؟ مش الله اللي بيحدد الملكية؟ مين اللي بيمتلك مين ما بيمتلكش؟ مش هو اللي بيعطي الحقوق؟ مش هو اللي بيقول شو الحقوق؟ هو عم بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن. ايه طب ما هو بيتي. لا، طالما هي في العدة بيتها. طب وهلقيت واحنا مش مختلفين والحمد لله متفقين، بيت مين؟ بيتك وبيتها. كيف؟ ما هو يعني الله قال بيتها حتى لما بتطلقوا. وإلا يعني هو عاجز يقول لا سبحانه، لا تخرجوهن من بيوتكم، من بيوتكم، لا لا تخرجوهن من بيوتهن، وانت يا مرة اسمعي هذا بيتك، الله بيقول بيتك، هو بيقول غير هيك؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. مش مشان يقول والله طب هي اللي خرجت، هي آثمة ولازم من حولها يفهمها انها مرتكبة لكبيرة، وهو مرتكب لكبيرة، مش مرتكب صغيرة. بداها وقلكم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتقرأ مبينة، الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتقرأ مبينة. الفاحشة تطلق على الأعمال اللي هي في غاية القبح، ولذلك أطلقت على الزنا مثلا الفاحشة. ليش؟ لأنه الزنا قبيح جدا، بس هون مش مقصود الزنا، هون مقصود كل لا تخرج إلا أن ترتكب عمل قبيح قبيح. طب انو اللي بده يحكم بقبحه؟ انو اللي بده يحكم بقبح العمل هذا؟ بصيروا يتحججوا، بصيروا يقول ما هي قالت لي، هو انت زلمة، وبقول لك شوف ما اكبر هالكلمة، هو انت زلمة قال هاي ارتكبت فاحشة. لا، فاحشة مبينة، يعني هي الفاحشة من كثر ما هي واضحة انها فاحشة هي مبينة وبدهاش دليل ولا حدا يقيم الحجة، واي واحد بيشوفها بيقول فاحشة، هي مبينة، هي مبينة. الفاحشة تكون شو الشرط تكون الفاحشة اذا بده يخرجها؟ الفاحشة مش مبينة، مش مبينة، مبينة. هي بتقول لك انا فاحشة، هي بتقول الفعل نفسه اللي فعلته
لا يختلف اثنين بانها فاحشه، لانها مبينه انها فاحشه. هي مبينه، هي مبينه بتبين انها فاحشه يعني بدون دليل. الزنا مثلا فاحشة مبينة، يعني ما بيختلفوش فيها اثنين انه مبينة لحالها. الشتم الزوج او اهل الزوج. والله في باب الحارة، في باب الحارة كانت اذا شتمته شوية وطلقها كل الناس يقولوا هذه فاحشة، لكن اليوم ما هو متعود اللط ومتعود المسبة. يم هلقيت هلقيت احنا. فهذا بيختلف طبعا حسب الاعراف، مرات الاعراف وهذه كبيره ولا لا. وشفتوا في باب الحركه كيف بكت؟ انتوا تستغربوا ول 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 شو قالت هي المراه؟ ولا ما حضرتوش باب الحركه؟ فهون شويه فبتستغربوا لانه هيك عقول كانت موجوده. فلازم يكون اذا، فبالتالي مش كل شيء قالوا حتى زمان انه هذا فاحشه ممكن اليوم نعتبره احنا، لا كانوا زمان مرات يستكبروا الشغله كثير. اليوم ما هو طب ما انت متعود، يام هلقيت استكبرتها، هلقيت انت فطنت يعني؟ هلقيت فطنت؟ فبدها تكون واضحة بمعنى هي بتبين، مش بده حدا يبينها، هي بتبين للناس انها فاحشة من قول او فعل، من قول او فعل. اما لما في القراءة الثانية فاحشة مبينة، مبينة هذه بتحتاج الى ان يقوم دليل عليها. لما تكون مبينه معناته في شيء من خارجها بينها، في شيء من خارجها بينها اللي هو الدليل. ومرات بتكون هي الدليل، يعني بدك دليل، هاي العمل بده دليل. لا، وما اذا القراءتين مبينه يعني هي بتكون مبينه لحالها يعني ما بدها، او مبينه يعني قائم دليل عليها انها فاحشه قائم. انتبهتوا القراءتين مبينة ومبينة عشان في نفس الآيات تشرحها. طيب مثلا إذا رجل خليه يكمل ماشي، يعني خلينا نحكي عن الإخراج، خليه يكمل عشان احنا يعني متفقين مع بعض انه ما فيش يعني تعليق. شوي طب ماشي 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 ما عن الإخراج في فرق. خليه يكمل. إذا رجل مثلا هذا مش مطلق، هذا مش مطلق، هذا ولا هي معتدة، هذا اللي بيقول تعشوفوا بنتكم وخذوا لها عبين ما تهدى، هذا مش مطلق. احنا بنتكلم لا هذا مش مطلق، احنا بنتكلم عن المرأة التي تطلق يجب ان تعتد في بيت الزوجية. بتقولوا لي والله صعبة ولا شو يعني في الاول قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا، ما هو شو معنات هذا الكلام؟ عارفين شو معنات الا ان ياتينا بفاحشه مبينه؟ معناها ما تستصغروش اخراجهن، يعني تجعلوش، لانه عم بقول لك لا تخرج الا لما تكون مرتكبه فحشه. تصوروا، طب انت خرجتها ليش؟ انت خرجتها ليش؟ بعدين انت خرجتي ليش؟ ولذلك بعض العلماء شو قال، بعض العلماء شو قال في تفسير هذه الآية؟ قال من معاني هذه الآية أن خروجها فاحشة مبينة. كيف المعنى؟ لاحظوا، ولا يخرجن إلا أن يكن فاسقات، هيك كأنه قال، يعني إذا خرجن فهن فاسقات. كيف لما يقول هيك؟ لا يخرجن إلا أن يكن، إلا أن يكن فاسقات، يعني شو معناتها؟ يعني إذا خرجن هن فاسقات. ولذلك بعض العلماء قال الفاحشة المبينة هي خروجها. انتبهتوا كيف فهموها؟ ولا يخرجن، ولا يخرج الا اذا هن حابات يرتكبن فاحشه بخروجهن. انتبهنا؟ هي من ضمن المعنى. فالناس بيستصغروا المساله وخروجها. اذا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وتلك حدود الله. شوفوا التهديد، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني احنا بنصير نحتال؟
ولاحظوا قديش اليوم يندر جدا تحصل طلاق وتظل في بيتها، وهذا مؤشر قديش الناس تتعدى حدود الله رجالا ونساء واهلهم واهله واهلها واهله واهلها واللي بيحرضوه على اخراجها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري شو معنات لا تدري، انت اصلا بقائها في البيت ايش عرفك، انت بقائها في البيت المطلقة ايش عرفك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني بقائها في البيت واتقائك الله في كل تفصيل، لا تدري وقتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. من الامور مثلا بقائها في البيت على فكرة ممكن يساعد على الاصلاح، لانه اذا صارت رايحة اهلها بيبدو يحرضوا، وهو ضربج هو سبج هو ايوه، وبيبدو يولعوها وبتدخل اخوها ومرت اخوها وامها بس ابوها مرات اللي تلاقيه متعكل ومن هون ومن هون، وبيكبروا وبتستمر الطلقة وبصير عداء وتفاصيل طويلة. اما الوجود في البيت وهذول كان في بينهم يعني ودوا علاقة ولا هم ليش يتزوجوا مش هيك، وتفاصيل بتجد انه برق قلبه برق قلبها بيشوفها مثلا كل يوم فبيبدأ يعني ها. اما كما تلاحظوا في اغلب الحالات الاهل شو لهم دور لما تروح ضربوها، شو لهم دور، دور الاصلاح. يعني قديش فيهم عقلاء وقديش بيقول لها ارجعي، الله سبحانه وتعالى بيقول في بيتك مش في بيته، في بيتك ما بيجوز لك تخرجي من بيتك مش هيك. اذا انتبهوا شو فيها دلالات وايحاءات قول الله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، بمعنى اللي بيخالف كانه بده يقطع على 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 نفسه ان تتنزل الرحمات اللي ممكن تكون لصالحه. اللي بيتعدى حدود الله بيؤدي لظلم نفسه. شو يعني بيؤدي لظلم نفسه؟ لانه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لصالحه، لصالحه يحدث امور، شو هو الامر مندريش، بس ظلم نفسه من ضمن ظلم النفس قطع الرحمة، لأنه تعدى حدود الله فظلم نفسه. لأنه لو كان بيعرف ليش الله بيشرع هذه التشريعات والحكمة من هذه التشريع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ضال 6 دقائق نأخذ السؤال هذاك. في خلال العدة وقع زوجنا على زوجته عندنا في البيت بعد زيادة كثير، وشو الهدف بعد زيادة؟ ما هذه انه لعله يصير بينهم لقاء جنسي، لانه هذا ترجيع. اذا كيف بيرجع الرجل نفسه، كيف بيرجع مراته؟ بقولها خلص يا بنت الحلال نرجع، انا كنت غلط خلص نرجع، بلاش يعترف بالغلط بجوز بيعترفوش، خلاص رجعنا زوجي ونسى الماضي، هذا ترجيع. قبلها معناته رجع، قبلها معناته رجع، جامعها معناته رجع، لان هي لا تزال زوجة فمجامعتها ارجع، وهذا اوضح صور الارجاع. تمام؟ اذا هو برجعها بالقول او بالفعل. مشان ننهي يعني ذكرت المطلقه الآيسة والمعقود عليها لم يدخل بها. اذا الآيسة نفهم اذا جمعها وفي نفس اليوم طلقها هذه مش بدعي. مش بدعي. ذكرت حضرتك في قضيه احنا ناقشناها قبل انه المعقود عليها ومش مدخول بها في شيء اسمه الخلوه والاستمتاع. لا لا هو 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 اللي كاتب كتابه اذا اختلى بها خلوة صحيحة وكان ضمن هذه الخلوة تقبيل وتفاصيل بدون جماع فقد دخل بها، لانه معناته هذا العاجز جنسي بجوز يتزوج 50 سنة وهو مش داخل، مش معقول. اذا شو معناته الدخول؟ حصول الاستمتاع بغض النظر حصل جماع او ما حصلش، حصل جماع او ما حصلش هذا دخول. طلاق خاص الطهر. ما ضلش وقت السيد.
طيب إذا إحنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم.